تكرير البترول كبد خسائر مالية للأسامير، والشركة تعيش أزمة منذ سنوات. قال إن الخصصة لم تتم بطريقة جيدة، والشركة تعرف إشكالات تدبيرية. في هذا الحوار يكشف عمر الطوكي الخبير في قطاع المحروقات ومسؤول سابق بوزارة الطاقة والمعادن عن خلفيات الأزمة المالية التي عصفت بشركة الأسامير، ومدى قدرتها على الاستمرار في تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب. ويوضح فطواكي أن إمكانية وقوع أزمة في سوق المحروقات غير مطروحة، بالنظر إلى أن الدولة المغربية يمكن أن تعيد تدبير الشركة في حال إعلان إفلاسها. حاوره المهدي السجاري. أعلنت شركة الأسامير قبل أيام عن توقيف العمل في وحدات الإنتاج لمدة أسبوع، مع استمرار تزويد السوق بما هو متوفر في مخزون الشركة، وذلك لأسباب مالية. ما الذي يقع داخل الأسامير؟ بداية أشير أنه بعد رفع نظام الحماية في المغرب كانت لدينا شركة واحدة تشتغل في هذا المجال، وهي الشركة الشريفة للبترول التي أسست سنة 1929 بمدينة سيدي قاسم. وفي السنوات الأولى للاستقلال، وبالضبط سنة 1959، تم إنشاء الأسامير بشراكة مع الإيطاليين. وفي ستينيات القرن الماضي تم توسيع القدرات الإنتاجية لهذه الشركة لتصل إلى 4 ملايين طن. وتزامنا مع دخول المغرب في عمليات تكرير البترول، بدأنا أيضا عمليات التنقيب عن النفط إلى اليوم، مع العلم أن إنشاء الأسامير جاء لتأمين عمليات تموين السوق الداخلي. صارت الأمور على هذا المنوال إلى أن جاءت الأزمة البترولية لسنة 1973، وهنا دخلت الأسامير في مرحلة إفلاس، مما دفع الدولة للتدخل عن طريق صندوق المقاصة، عبر مبدأ يقوم على تعويض الدولة للخسائر التي يمكن أن تنتج عن عملية التكرير. وعندما تم بيع جزء كبير من الأسهم إلى شركة كورال، بقيت الأسامير تعيش نفس وضعية الأزمة المالية، رغم اتخاذ عدد من الإجراءات في إطار عملية الخصصة، ومنها المقايسة التي كانت تضمن للأخيرة الربح من عملية التكرير. وأوضح في هذا السياق أنه في سنة 2002 كانت هناك اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحقوق الجمركية بشكل جعل الشركات المغربية تستورد المواد البترولية من الخارج، وهو ما دفع الأسامير إلى الاحتجاج. بعد ذلك وقع حريق كبير داخل الشركة سنة 2002، وهو ما دفع الدولة إلى إعطاء الشركات المغربية الحق في استيراد المواد البترولية بما يشكل حوالي 20% من السوق المغربية، وأن تبقى نسبة 80% للأسامير. وأمام هذه المعطيات قامت الشركات المغربية بتشييد محطات التخزين في الجرف الأصفر وميناء طنجة المتوسطي. على الأسامير تدخل اليوم في هذه الأزمة المالية الخانقة، حيث يصل حجم مديونيتها إلى 3000 مليار سنتيم. المواد البترولية التي تباع في المغرب مرتبطة بسوق روتردام، إذ رغم نزول أسعار البترول فلن تنخفض أسعار الغازوال والبنزين في المغرب، وهو ما يجعل الأسامير تبيع هذه المواد بنفس السعر الذي تشتري به النفط من الخارج، مع إضافة التكاليف المتعلقة بالتكرير لتفادي أي خسائر في هذا المجال. لكن أؤكد أن الأسامير ما كان لتتكبد هذه الخسائر المالية لولا الإشكال التدبيري الذي تعرفه الشركة، لأنني لا أفهم كيف لهذه المؤسسة الكبيرة أن تظل صامتة إلى أن تصل مديونيتها إلى 30 مليار درهم.
أن تظل صامتة إلى أن تصل مديونتها إلى 30 مليار درهم، ومنها 10 ملايير درهم لفائدة الجمارك، في حين أن الأخيرة تطالب أي مواطن مغربي بأداء ما عليه فورا. وهنا أعتقد أن الوضع ظل يتأزم دون أن يبادر أي أحد لبعث إشارات تحذيرية، إلى أن وصلت الشركة إلى مرحلة تجعلها غير قادرة على توفير الاعتمادات الضرورية لشراء النفط الخام. لكن لماذا خرجت الشركة من صمتها في هذا الوقت بالضبط، رغم أن الوضع بدأ يتفاقم منذ مدة؟ جواب: هناك تحليلات مختلفة، ومنها أن الوضع وصل إلى مرحلة متقدمة، وبالتالي لم يعد هناك دافع للسكوت، وهو أمر مؤسف، لأن لسامير شركة كبيرة، ومن العيب أن تصل إلى مرحلة لا تستطيع معها أداء ما في ذمتها لاستيراد البترول. وهناك تحليل آخر يرتبط بالمبيعات، فالشركة تقتني البترول وتكرره، والحال أن تركيبة السوق المغربية ترتبط بشراء النفط الخام لاستخراج كميات كبيرة من الغازوال وجزء ضئيل من البنزين، وعليه في الشركة تقتني البترول الخام، وعند تكريره يسجل لديها عجز مستمر بالنظر إلى إنتاج كميات إضافية من البنزين الذي يتوجب بيعه، في حين أن الأسواق قريبة من المغرب تعاني بدورها من هذا الإشكال، على اعتبار أن دول العالم تستعمل الغازوال بشكل أكبر. أضيف إلى ذلك أن هناك شركات مغربية أصبحت تتوفر على خزانات خاصة بها، وهو ما يجعلها تستورد المواد البترولية الجاهزة خاصة الغازوال، بما يشكل حوالي 30% من السوق الوطنية. وبالتالي فتحليل هذه المعطيات المرتبطة بالخسائر الناتجة عن تكرير وقيام الشركات المغربية باستيراد المواد البترولية الجاهزة يؤكد أن لسامير كانت تتواجه هذه الأزمة المالية. ألم تثبت الأزمة الأخيرة أن سوق المحروقات في المغرب أضحت مرتهنة بالقطاع الخاص في ظل ضعف أسهم الدولة في الشركة؟ إجابة: بكل صراحة، ليست هناك دولة لا تتوفر على مؤسسة عمومية التكرير، ليست هناك دولة لا تتوفر على مؤسسة عمومية التكرير، إذ أن وجود الدولة يجعلها تتحكم في تدبير الشركة. طبعا الخصاصة قرار جيد بنظر إلى أن عددا من دول العالم سارت على هذا المنوال، لكن يجب إسناد تدبير المؤسسة إلى خبراء لهم دراية كبيرة بالميدان، وأن يتم تأسيس شركة قوية. أما عامية الخصاصة التي تمت على مستوى شركة لسامير فلم تكن بطريقة جيدة، على اعتبار أن الدولة لم تبقى مساهما أساسيا، وحتى لو توفرت 49% من الأسهم فإن صوتها سيبقى غير مسموع. لكن رغم كل هذه المعطيات فالدولة المغربية قوية، ولا يمكن لأحد أن يفرض تصوراته الشخصية عليها، فحتى لو أفلست لسامير فيمكن للدولة أن تتدخل. مخاوف أزمة خانقة لقطاع المحروقات في حال إفلاس لسامير. الجواب: اليوم تتوفر لسامير على خزانات ستمكننا من تزويد السوق الداخلي بشكل جيد حتى وإن أفلست وعادت الشركة إلى الدولة، وبالتالي هذا المشكل متعلق بإمكانية حدوث أزمة خانقة غير مطروح. بيدي أنه أمام هذه المشاكل، وأكد أن التكرير على مستوى مختلف دول العالم في خسارة، وليست هناك شركة للتكرير تسجل أرباحا، كما أنني أشير إلى أن لسامير دفعت بأفضل الأطر المغربية في مجال التكرير إلى اتخاذ قرار المغادرة الطوعية، ومنحتهم تعويضات مهمة مقابل تشغيل الشباب الذين لا يتوفرون على خبرة كبيرة في هذا المجال.
رأي الفاطمي البوعزاوي، كنت واحد الوقت كان مشي للبورصة، وكان الناس باكين شي داخل شي خارج، ولكن كانت شي أقوال هذه السنين، كانت شي أقوال كتروج بيناتهم، كيقولوا بأن الأسامير كتسال الدولة يعني استهلاك البنزين والغاز وداك الشيء، والدولة ما بغاتش تخلص. ومن جهة أخرى كيقولوا الناس أخرين بأن الأسامير باش تنتقم ما بغاتش تخلص واجبة العيادة ديال الضرائب القديمة والجديدة، وكيقولوا كذلك بأن انتقاما لهذا الموقف هذا الأسامير عندها شي محل في السويد دايره كتصيفط بان الكساف والفلوس بان على طريق بان الخبره وش هذاك الشيء، وهذه كلها مجرد اقوال غير موثوق فيها، ولكن كنت كتقهر كنقول الناس الله على بيه شكون هما، مابقاش عقل عليهم شكون هما، فعليا هذا سنين عليهم نظرا لعدم التصريح العلني من طرفين الدوله من جهه ولا سامير